والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن في زاوية الحاج الستاج بالحرماء الحسيبة ببلدية مجنطة بولاية سيدي بلعباس، والآن رانا داخلين هنا المكان أو الذي دفن فيه. هذه الزاوية تاع الستاج بالحرمة، هذه زاوية قرآنية عندنا من اللي نحسي عندها واحد 150 سنة يعني، ومازال فيها الأحفاد تاع الستاج بالحرمة، مازال زاوية هذه عظيمة ما شاء الله، مازال يجوها زوار، مازال يقروا فيها القرآن، كنا نواصلوا فيها الدراسات القرآنية آنذاك في الثمانينات وفي التسعينات وفي السبعينات وفي الستينات، ودروك راهم الأحفاد تاعها ثاني حاكمين التراث نتاعه، الطريقه نتاعه، والمذهب نتاعه استدام اللي هو عندنا في مذهب تيجاني، والحمد لله الزاويه راه مفتوحه 24 على 24 ساعه، ونجو نزوروها احنا سنه هكا نجو نزوروها، والزياره تاعها ان شاء الله نافعه وشافعه، وعندها ثاني الوليدات الله يبارك قاطبين ثاني التراث نتاع الشيخ الزاويه ستاج بالحرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ملك الدين، اياك نعبد اللهم ارحمهما يا رب العالمين، اللهم ارحمهما يا رب العالمين، اسعدهم ارواحهم جميعا ان شاء الله يا رب العالمين، اللهم احنا ثاني عافينا يا رب العالمين، اللهم ارحم امواتنا وشفي امراضنا، اللهم افتح علينا على خيرنا وعلى وليداتنا يا رب العالمين، باش الزياره تكون شافعه نافعه يا رب العالمين، اللهم احفظنا وحفظ وليداتنا وخياتنا وداخلتنا المسلمين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزه على ما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الحكي تاع الستاج، وهذه الزاوية تاعنا راها محلولة إن شاء الله هنايا، ومدرسة مقرا قرآنية هنايا، ويجوا الزيار هنا والحمد لله، واللي جعدنا هنا 10 مئة مرحبا به، والزاوية تاع الستاج مفتوحة إن شاء الله. اللي يبغى يجي يزور بها 10 مئة مرحبا به. والحمد لله يا رب العالمين. وهي وين موجودة الزاوية؟ في الحصيبة مجنطة. مجنطة بولاية بلعباس. ولاية سيدي بلعباس. طبعا الآن رانا في عند الضريح ولد الستاج رفقة العائلة، تفضل. هذا ولد الستاج، هذا السي يوسف ولد الستاج بالحرمة، هذا ولد الستاج بالحرمة، وهذا كان يسكن سيدي العبلي، وراه هنايا مسكين نهار اللي مات، نهار اللي بغى يموت إن شاء الله قال لهم دفنوني هنايا، أما اللي جابوه هنا عند بواه ودفنوه هنا عند بواه، الله يرحمه ويوسع عليه. وهذا ولد الستاج، وهذا اللي هنايا حدا هنايا قدا ولد خوه ثاني،